دكتور حمد، العديد من زوار المعرض يشتكون من غياب الرقابة على الأسعار. الكتيب الصغير لا يقل سعره عن 40 وهو أقل سعر يوجد في المعرض. هل السبب هو غياب الرقابة على الأسعار مع أن المعرض من المفترض أن يقدم أسعار في متناول اليد؟ أم أن الوزارة تؤجر المساحات لدور النشر والعرض بأسعار كبيرة لذلك تكون الأسعار يعني مرتفعة؟ سؤال مطروح أستاذ علي. أنا سألت هذا السؤال. أنا في الواقع ألاحظ مع الأسف أن الكتاب أو أي بضاعة ترد المملكة ودول الخليج تأتي بسعر مرتفع. تجد تلفزيون في السعودية بألف ريال، تجده في بلد آخر بسبعمائة ريال. الكتاب، وهذا حصل معي، رأيت كتاب في المعرض قبل البارحة بخمسة وأربعين ريال، ورأيته في معرض قبل عدة أشهر في إحدى الدول العربية أو أقل بعد ما ذلك فبما يعادل 25 ريال. القضية يعني مع الأسف، وأنا لا أريد أن يدخل الجشع إلى الوراقين وأصحاب الكلمة من أصحاب دور النشر، هم الذين يرفعون السعر على أساس أنه المملكة وبلد نفط وبلد رائحة النفط تفوح يعني، يمكن المثقفين السعوديين يمكن عشان ربما. فأقولك بكل شيء الحقيقة أنا ما أدري يا أخي، والله الرقابة الصعبة في الأمر هذا. يعني لو تتدخل الكتاب يكون كذا صعب، يعني رقابة على الكتاب، نوعية طباعة، نوعية ورق، ونوعية كذا مضمونه طبعا، ما أدري يعني. لكن أنا أرى وأعتقد أنه هذا حاصل. هذا دور يا أخي لا بد أن يعني يتشكل وعي لدينا. عندما يجد من يريد أن يبتع كتاب يرى أنه فعلا أعلى من سعره أمامه خيرا، إما أنه لا يشتري أو يذهب فعلا. أعتقد فيه قسم بإدارة المطبوعات يقول يا أخوان هذا فيه مبالغة بالسعر، أنتم انظروا قيموا الكتاب. المشكلة يأتيك يقولك هذا مضمون الكتاب لا تنظر للشكل، لا يا أخي يجب. فلكن أنا أعتقد تظل هذه مسألة هامشية صدقني. لا نعم. سوف مع زيادة دور العرض والتنافس في عرض الكتب ربما تختفي في الأعوام القادمة. نعم، أنا الحقيقة في شيء حلو في المعرض، هو الإقبال الكبير على المعرض كان مميز. هل هذا يعني هل يعني أنه لدينا جيل جديد سيعقد صداقة حميمة مع الكتاب مستقبلا؟ هذا السؤال مطروح لك حليمة وأيضا للدكتور، ولكن تفضلي. تفضل أعتقد أنه نعم، يعني هذه الإجابة يعني أكيد بنعم لأسباب كثيرة. إحنا علاقتنا بالكتاب بتتوطد، يمكن لأنه سبل الترفيه عند الشاب والشاب في يعني أو الشباب في السعودية قليلة، غير متاحة كثير مثل بقية الدول، يعني مثلا السينما، المسرح، ما إلى ذلك. فبالتالي كثير بيلاقوا وقتهم أنه يقرأوا، خاصة الجانب الروائي، الطفرة الروائية اللي إحنا بنعيشها. فوز عبد الخال أعطى ضوء كبير جدا على الرواية وعلى أنهم يقبلوا على شراء الروايات بشكل كبير. فأتوقع أنه أنا اللي شفته كثير شباب وكثير شابات وكثير من النساء والعائلات، يعني منظر رائع جدا في المعرض أني أشوف هذا الإقبال على مختلف الكتب. يعني زمان أتذكر في بعض المعرض كانت يمكن كتب الطبخ وكتب الأزياء وكتب مش عارف إيه الأشياء هذه، التجمعات النسائية بتجد عليها كبيرة. لكن الآن أنا بأمشي وبألاحظ أنه إقبال على الرواية، إقبال على كتب الفلسفة، هذا تطور حلو يعني إحنا نتمناه فعلا. جميل. دكتور حمد، يعني أنت يعني قديم في 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 هموم المثقفين والثقافة بشكل عام منذ رئاستك لتحرير المجلة أيضا، وعندك هم. يعني أنا صراحة أبغى مقارنة بين الجيلين. يعني هذا الجيل اليوم في إقبال كبير، تحدثت عن حليمة عن أنه كل أنواع الكتب، ليس إقبال على شيء معين. هل هناك اختلاف؟ هل الجيل الحالي يفرح يقرأ أكثر من السابق؟ جيد. طب أنا أول أتفق مع الأستاذة الأديبة حليمة على الإقبال الجيد. شوف، هناك شيء مطروح السنوات الأخيرة أنه وسائط المعرفة الأخرى ستنهي الكتاب الورقي وستنهي الجريدة المقروءة. أنا أقول أنه ليس هذا صحيح، ليس هناك شيء يلغي شيء. المعلومة متاحة للجميع، الثقافة متاحة. من يريد أن يأخذها عبر الكتاب الورقي يأخذها، من يريد أن يأخذها عبر الإنترنت عبر الكتاب الورقي ممكنة، الصحيفة المطبوعة، الصحيفة في الإنترنت، مواقع الإنترنت، الفضاء مفتوح. لكن
أنا أعتقد أن معارض الكتب تؤكد أن الكتاب لا زال عريسة ولا زال مطلوبا. والدليل لو لم يكن الكتاب الورقي ولم ينتهي وباقي ولم يقضي على الكتاب الرقمي ما رأينا هذا الإقبال الكبير الذي تحدثت عنه وأشرت له الأستاذة حليمة. إقبال كبير هذه السنة، الإقبال على مر الكتاب يفوق العام الماضي كثيرا. أيضا في الشارقة قبل شهرين ثلاثة أنا معرض القاهرة حدثت أحد الأخوان زاد الإقبال. هذا يا أخي أصحاب دور النشر لو لم يجدون قارئا ما نشروا كتب. أيضا المطابع لو لم تجد قارئ ما طبعت كتاب، المؤلف بحد ذاته لو لم يجد قارئ ما. فأنا أقول أنه يعني الكتاب الورقي موجود والرقمي موجود. طبعا في السابق إلى خليني أقول إلى أنت ربما فترة يعني خليني أقول يمكن 7-8 سنوات خاصة عندنا يعني قبل أن يفتح الفضاء وتنتشر مواقع الإنترنت إلى يمكن 6-7 سنوات طبعا كان الكتاب الورقي هو المتسيد بالساحة، هذا حقيقة يعني. الآن جت منافسات كثير له، ولا أنا لا أرى إشكالية في الإنسان يقرأ ويتثقف عن أي طريق، لكن سيبقى الكتاب. أيضا يا أخي ناحية مهمة، ترى أنت عندما تريد أن تكتب موضوعا أو محاضرة أو كتابا تراك عندما تريد أن توثق لموضوع أو لمعلومة تقول رجعت الكتاب الفلاني الصفحة الفلانية، لكن ترى موقع الإنترنت لا تستطيع أن تعتمد عليه، يأتيك ما يسمى قطاع الطرق في الإنترنت ثم يقضوا على هذا الموقع. على كل معارض الكتب تدل الاستمرار الحب وعشق الكتاب، ونتمنى أن بس من يبتاع الكتب يقرأها ويستفيد منها. وأقول أنه من الكتاب الإفادة ومنا الإقبال عليه. نعم عموما الإنترنت له يعني أستاذ علي تفضلي. لدي مداخلة يعني في هذه النقطة، أنه لولا يعني انتعاش القارئ أو السوق السعودي والشباب وإقبالهم على القراءة ما كان دور النشر العربية تبحث عن المؤلفين السعوديين الشباب اللي ما عندهم أي تراكمات سابقة، يعني سواء في الشعر سواء في الرواية، وهذه بشكل كبير حتى في كتب الفكر يعني مثل كتب الغدامي مثل كتب سعد البازعي وغيرهم يعني. فإقبال دور نشر عربية من مختلف الأقطار على المؤلف السعودي الشاب ومن لديه الحين راح يستانس الغدامي والبازعي أنه هم من الشباب فجيد يعني. يستاهلون يا أخي. لا طبعا أنا بقول أنه كل الشرائح المختلفة، فهذا الإقبال دليل على أنه الشارع السعودي يريد أن يقرأ، وإلا ما كان اتجهت نعم. هذه عموما إحنا عندنا طفرة رواية طفرة في الرواية رائعة جدا مهما كانت طبعا. يعني التجربة يمكن عليها ولها ولكن جيد، لكن فيما يتعلق بالإنترنت أعتقد كان له دور مهم في إضعاف دور الرقيب. يعني ربما لو لم يكن هناك عالم الإنترنت لكان معرض الكتاب في الرياض يشبه معرض قبل 10 سنوات. أنا الحقيقة بسأل عن الوزارة أعلنت عن تأسيس هيئة للكتاب، فهل سيكون تنظيم المعرض هو مهمتها الرئيسية في الدورات المقبلة؟ وهل صحيح أن هناك اتجاه لإبقاء معرض الرياض معرضا مركزيا للمملكة، مع أن معرض جدة للكتاب الذي توقف قبل أعوام لن يعود من جديد؟ لك حليمة. والله أنا ما عندي معلومات مؤكدة في هذه المسألة. أنا كما يعني قرأت في تصريح للوزير إنه معرض الكتاب سوف يكون في مختلف مناطق المملكة، ونتمنى إنه يعود معرض الكتاب الدولي بجدة، لأنه جدة كمان منطقة شرائية مهمة جدا يعني. فإلى الآن أنا ما عندي معلومات موثقة إنه فعلا حيبقى، هو أكيد حيبقى هذا المعرض أكيد إنه حيبقى، لكن ما نتمنى أن يكون هنالك أيضا معرض للكتاب دولي في جدة، معرض للكتاب الدولي في منطقة الشرقية، لأنه في أناس وفي مواطنين لا يستطيعون السفر بسبب أعمالهم بسبب الارتباطات العائلية، فبالتالي حظهم يقل جدا في أنهم يحصلوا على الكتب يعني.